هيا يا أحبائي، انظروا إلى الرسم. ماذا نرى؟ ما هذا الحيوان؟ هل تعرفون؟ إنه العجل. العجل هو ابن البقرة. ماذا يفعل هذا العجل؟ صحيح، إنه يأكل. لماذا يأكل؟ إنه جائع. والآن سنقرأ سويا الجملة المكتوبة تحت الصورة. جاع جاع عجل سعادة. الآن سنقطع الكلمات. جاع عجل عجل سو عاد. جاع عجل سعادة. إلى اللقاء يا أحبائي.